نعمل بقى الليمون المعصفر السريع. ده عبارة عن ايه؟ نفس الليمونة نقطعها 4 أرباع وبحطها على النار تغلي برضو. انا دي بغير ميتها خلاص؟ ده لا، اللي انا هحطه دلوقتي ده 4 أرباع كده وهسيبه يغلي، فهيروح مديني الليمون ده بعد غلوة واحدة، غلوة واحدة بس، والمية بتاعته غلوة واحدة، وهستعمل المية بتاعته. هعوز فلفل أحمر حامي ماشي، وعوز عصفر وحبة البركة والملح دوت للليمون المعصفر. بص بقى نجيب ايه، شوية من العصفر على حبة البركة. طبعا احنا عندنا ما شاء الله خبرات جامدة جدا في المخلل، طبعا كل اللي عنده أفكار جديدة يا ريت يقول لنا. معانا ملك، أهلا وسهلا. ألو. ألو، ازيك يا ملك؟ الحمد لله. عاملة إيه؟ أخبارك يا شيف نجلاء؟ الحمد لله، أنتِ عاملة إيه أخبارك؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. سريع ما بياخدش معاكي وقت خالص. ده بقى إيه المخلل ده؟ بيتاكل في يومين، في يومين فقط لا غير. تمام، ناخد مثلا قد ايه بطرمان كده، وزي ما بقولك ممكن تعملي ربع كيلو ليمون حتى، حاجات قليله بس جميله جدا. يبقى ده كده ايه، الليمون غليناه غلوه واحده، حشيته بالعصفر وحبه البركه زي ما هو. اجي بقى الخلطه بتاعته دلوقتي هقول لك عليها هنعملها من ايه. مثلا دول قولوا هيعملوا ايه بطرمان، نشوف فين البطرمان كده، هحطها كده هنا. انا عايزاه ايه، يملى واحده. حاضر، ثواني اخلص ده بس كده على طول اهو، عشان نعمل خلطته ويبقى خلصنا من الليمون المعصفر اللي يتاكل في يومين. نضغط عليها بس شويه كده عشان ياخد معاك كميه كبيره. نيجي بقى هنا، بصوا جنب الخلاط هعمل ايه، اجيب بقى الفلفل الحامي اهو كده ماشي. الخلطه بتاعت العصفر دي ما بعملش ميه من بره، ما بعملش، ما بجيبش ميه من بره لا مغليه ولا غيره. ميه الليمون، ميه الليمون اللي انا سلقت فيها هي دي اللي هستعملها، وما تخافيش مش هيمرر خالص منك. ادي ميه الليمون اهي، وعليها فلفل حامي. فلفل حامي طبعا بتحطي زي ما انت عايزه بقى، قرن او اتنين اللي يريحك، يعني زي ما تحبي. هي حاميه قوي ولا لا؟ فانا بتهيالي على اتنين ده حلو قوي. حط ايه على ده، معلقه برضو كفايه، معلقه كبيره من الملح بس. دي خلطة الليمون المعصفر في منتهى السهولة، حلوة جدا. وعايزة اقول لكم يعني هي تركيبة هايلة قوي، يعني مية الليمون دي لما انا عرفتها كنت مستغرباها جدا، وقلت ان هي ايه هتمرر، انما انا عملتها معاكم كمان قبل كده ما كانش فيها اي حاجة، وحلوة جدا بتاكل بعد يومين. مستنيها ازاي شوية وخلاص على كده، ونغطيها